مقاتلة من طراز نايف شرطة ثمانية هرير. إنها مقاتلة في تيويل وستول في سلاح مشاة البحرية الأمريكي. تم تصميم الطائرة من قبل شركة بريتيش إيروسبيس من صنع ماكدونيل دوغلاس. التصميم الأصلي كان مقاتلة من طراز هوكسبلي هيرير من المملكة المتحدة. في المملكة المتحدة يطلق عليه هيرير. إنها أيضاً أول مقاتلة في تيويل وستول عملية في العالم. حرب الفوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982. استخدم البريطانيون هاريرز لإسقاط 21 مقاتلاً أرجنتينياً. لم يخسر مقاتل هارير شيئاً. مقاتلة هارير لديها أيضاً مصلحة قوية في الجيش الأمريكي بسبب قدرتها الفريدة على الرفع. هناك نوعان من نماذج هذا المقاتل. أي في شرطة 8A وأي في شرطة 8B. يستخدم النوع إيه بشكل أساسي للدعم الجوي القريب والاستطلاع. تم تحسين النوع بي على أساس النوع إيه. وقد أطلق سلاح مشاة البحرية الأمريكي على هذه الطائرة المقاتلة ذات القدرات الجوية الخاصة اسم صانع الأرملة. منذ أن قدم الجيش الأمريكي هذه الطائرة من المملكة المتحدة في المواقف غير القتالية، كان هناك أكثر من 300 حادث وأكثر من 900 حالة خطيرة. قتل 45 طياراً، 31.77 حادث لكل 1.00.000 ساعة طيران. وتبلغ عمر بطارية الطائرة 3 ساعات فقط. عدد الحوادث في نفس العصر أكثر من مجموع حوادث الطائرات المقاتلة الأمريكية الأخرى مجتمعة. فلماذا هناك الكثير من الحوادث مع هذه الطائرة المقاتلة؟ يمكن لمقاتل نايف شرطة 8 هيرير أن يأخذ شخصاً واحداً. الطول الكلي لجسم الطائرة 14.12 متر. يبلغ طول جناحيها 9.24 متراً وارتفاع جسم الطائرة 3.55 متراً. الوزن الفارغ 6340 كيلوغراماً. الحد الأقصى لوزن الإقلاع القصير 14100 كيلوغراماً. الحد الأقصى لوزن الإقلاع العمودي 9415 كيلوغراماً. من حيث القوة، فإنه يستخدم محرك توربوفان بايكسيس F404 شرطة أورو شرطة 406. يعتمد للمحرك دوراناً عكسياً ثنائي الدوار للتخلص من العزم الجيروسكوبي لتحسين الثبات أثناء التحليق والطيران الانتقالي. عندما تقلع الطائرة وتهبط عمودياً، الفوهة تدور من الاتجاه الأفقي. هناك 4 منافذ نفاثة في الجزء الأمامي والخلفي من جسم الطائرة يمكن تدويرها من 0 درجة إلى 98.5 درجة لتنتقل إلى الأسفل، مما أدى إلى رفع عمودي. بهذه الطريقة يوفر المحرك كلا من الرفع والدفع. يتم التحكم بشكل كامل في القدرة على المناورة والاستقرار أثناء في تيويل وستول والتحليق بواسطة نظام التحكم في رد الفعل النفاث. أكبر ميزة في البرنامج هي تكامل الرفع والدفع، أي أن كلا من دفع الانسياب والرفع العمودي يتحملهما محرك واحد. الهيكل بسيط ومضغوط، والوزن الميت لنظام الدفع صغير، والأداء القصير للإقلاع والهبوط جيد. تبلغ حمولتها من النفط الخام 3347 كيلوغراماً، إجمالي 7180 كيلوغراماً مع خزان الوقود الإضافي. أقصى سرعة طيران لها هي 1083 كيلومترات في الساعة. سرعة الرحلة طبيعية. يبلغ مدى طيران نايف شرطة 8 هيرير 2200 كيلومتر. نصف قطر القتال 556 كيلومتراً. مسافة الإقلاع القصيرة 435 متر. يمكن القول أن مسافة الإقلاع هذه سريعة جداً بين المقاتلين المماثلين. من حيث الأسلحة، تمتلك أي في شرطة 8 هيرير ما مجموعه 7 أبراج خارجية. يمكن أن تكون مجهزة باثنين أو 4 من حيث الأسلحة. تتضمن صاروخ إم شرطة 9 السيد ويندر قصير المدى جوجو أو صاروخ ماجيك أو صاروخ إبجي إم شرطة 6-5 كاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أيضاً تنفيذ مهام هجوم أرضي. يمكنها حمل 16 قنبلة عادية تزن 226.75 كيلوغراماً أو 12 قنبلة عنقودية. يمكن أن تحتوي أيضاً على 10 قنابل من طراز ديفوي موجهة بالليزر. فيما يتعلق بالصواريخ، يمكن أيضاً تركيب 10 كبسولات لإطلاق الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك،
هناك أيضاً كبسولات تشويش إلكترونية ALQ شرطة 164 يمكن تركيبها. فيما يتعلق بالمدافع، تم تجهيز أيفي شرطة 8 بمدفعين 5 برميل 25 ملم معدلين من كشرطة 12 يو. مجمل القول: إن أيفي شرطة 8 هيرير مقاتل جيد جداً. على الرغم من أن لديها نسبة حوادث عالية، لكن قدرتها على هيكل الطائرة وفعاليتها القتالية لا تشوبها شائبة. كما ذكرنا أعلى، هناك نوعان من مقاتلات أيفي شرطة 8 هيرير. تم شراء ما مجموعه 102 مقاتلة من طراز أيفي شرطة 8 إيه بواسطة مشاة البحرية الأمريكية. لكن الولايات المتحدة لم تستخدم أيفي شرطة 8 إيه للقتال الفعلي من البداية إلى النهاية. تم تطوير أيفي شرطة 8 بي بشكل مشترك من قبل شركة ماكدونيل داكلس وشركة بريتش إيروسب. تم تكليفه عام 1983. يستخدم أيفي شرطة 8 بي جناحاً مصنوعاً من مواد مركبة من ألياف الكربون في هيكل الجسم. تستخدم الجنيحات فوق الحرجة لمكونات جسم الطائرة والذيل. قم بإضافة جهاز مساعدة في الرفع. يتكون هذا الجهاز من هدية مثبتة على جسم الطائرة أو تحت حجرة البندقية وحاجز قابل للسحب أمام الخليل. يمكن أن تزيد من قوة الرفع أثناء الإقلاع العمودي. يتم تكبير اللوحات الجانبية للجناح والجنيحات المائلة لأسفل. يتمتع جسم الطائرة الأمامي وقمرة القيادة بتصميم جديد ومأخذ محرك معاد تصميمه. زيادة دفع المحرك للإقلاع العمودي والإقلاع القصير. تم تحسين كفاءة الرحلات البحرية بشكل كبير. بجانب، صممت شركة بريتيش أيروسبيس شرائط متطورة لنسخة معدلة من المقاتلة البريطانية هارير. يستخدم أيفي شرطة 8 بي هذا التصميم أيضاً، لكن حجم الحافة لا يمثل سوى من التصميم الأصلي. هذا التحسين يحسن بشكل كبير من قدرات التحويم اللحظي لأيفي شرطة 8 بي. تعزيز القدرة القتالية الجوية. زيادة الوزن بسبب التحسينات، لذلك يزداد الحمل الخارجي أيضاً. تم تعزيز معدات الهبوط بعد أيفي شرطة 8 بي. فيما يتعلق بإلكترونيات الطيران، تم تحسين إلكترونيات الطيران في أيفي شرطة 8 بي بشكل كبير، مثل إضافة جهاز استقبال هبوط في جميع الأحوال الجوية مقياس الارتفاع الرادار، التواصل مع هونيويل سي في شرطة 3736 إيه والملاحة ومحول بيانات التعريف وما إلى ذلك. بشكل عام، تتمتع مقاتلة هارير بأداء جيد على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة. تكوين مرن ولا مركزي، ويمكن نقله بسرعة مع الخط الأمامي إلى خط. أكبر عيب لها هو المدى الصغير ونصف القطر النشط أثناء الإقلاع العمودي. حمولة قنبلة منخفضة وصعوبات لوجستية ومعدل حوادث مرتفع عند استخدامها على الأرض. يرجع معدل الحوادث المرتفع للطائرة أيفي شرطة 8 هيرير إلى هيكلها الداخلي المعقد وتوقف المحرك بسبب إقلاعها العمودي وهبوطها. قضيب التحكم عالق وشفرة الضاغط متصدعة. هناك العديد من العيوب والعيوب مثل فشل تأرجح الجنيح وانزلاق عجلة التوجيه خارج المدرج وما إلى ذلك. بالاقتران مع العملية المعقدة وتدريب الطيارين غير الكفي، من السهل ارتكاب أخطاء تشغيلية. لذلك هناك الكثير من الحوادث. ومع ذلك، على الرغم من وجود العديد من الحوادث، إلا أن الجيش الأمريكي لا يزال يصر على استخدامه، لأن العمليات العسكرية الأمريكية تتطلب في كثير من الأحيان دعم القوة الجوية، على الرغم من أن الطائرات الحربية يمكنها أيضاً الإقلاع والهبوط عمودياً، لكنها لا تزال بطيئة للغاية مقارنة بالطائرات المقاتلة. وقلنا أعلاه أن أيفي شرطة 8 هو الأنسب للسفن الهجومية البرمائية الصغيرة، لذلك لا يزال الجيش الأمريكي يستخدم. مع تقدم العصر، يتم أيضاً ترقية أيفي شرطة 8 باستمرار. تم تحسين عامل الأمان والقدرة القتالية بشكل كبير، لذلك لا يزال أيفي شرطة 8 هيرير يتمتع بشعبية كبيرة بعد سنوات من الخدمة. إذن إلى متى تعتقد أن أيفي شرطة 8 سيكون في الخدمة؟ هل سيتم استبدالها في النهاية بأنواع أخرى من الطائرات؟ مرحباً بك في ترك رسالة في منطقة التعليق أدناه. نراكم في الفيديو التالي.